من المراقد والقبور الحقيقية التي ذكرها المرحوم محمد حرز الدين في كتابه مراقد المعارف هو قبر الصحابي عمرو بن أمية الضمري. هذا واحد من 7 رسل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسلهم إلى الأقطار ليبشروا بالرسالة الإلهية المحمدية الجديدة. الرواية المنقولة شفاها ولم أعثر عليها بالوثيقة تقول إن هذا الرجل أرسله الإمام علي عليه السلام في زمن خلافة أو في عهد خلافة عمر بن الخطاب لإسقاط دين عن كاهل مديون لأهل الحجاز لأحد تجار العراق، وهنا وافته المنية. القبر كان مرسى للسفن القادمة من البصرة عن طريق الفرات باتجاه عالي الفرات، وفي زمن فالح ابن ناصر باشا تم بناؤه هو وجامع الصفا في سوق الشيوخ وجامع الخميسية في عام 1875. ثبت الآن في دائرة المزارات الشيعية، وهنالك موظفين في هذا المزار، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سيكون إن شاء الله تشييد له وبناء، وهو عمرو ابن أمية الضميري ويلقب بأبو عزلة. من سرعة مشيه كان يرسله النبي صلى الله عليه وآله، أرسله مرة إلى النجاشي وأرسله في معارك كثيرة، وسمي بهذا اللقب لأنه سريع الحركة والعجالة. هو مرقد شاخص وحقيقي مثبت لدى الوقف الشيعي في محافظة ذقار، وهناك تنقيبات نسبية وتاريخية أكدت على وجوده في محافظة ذقار في ناحية الفضلية. هي دعوة مخلصة للمعنيين أن يأخذ هذا المكان استحقاقه الطبيعي لما لهذا الرجل من أثر تاريخي ونفسي وعمق تاريخي لدى المسلمين.